اهلا بحضراتكم من جديد، لسه مستمرين معاكم. معانا الاستاذ عبد الشافي صادق، مدير تحرير الاهرام الرياضي، ودايما بيجي بملفات في الجون. انا مش هقول الكلام اللي انت قلته ده، فاصل من الله حليم ستار، خليها في وقتها. خليها في وقتها. طيب شربت حاجه سخنه؟ الحمد لله. يلا اتفضل. يلا نتكلم على نكمل كلام على لائحه الاسترشاديه للجنه الاولمبيه. الماده 31 في اللجنه هقراها للساده المشاهدين عشان يعرفوا احنا قد ايه في معاناه في الرياضه المصريه. او الصوره قاتمه. الماده 31 فقره 1 بتقول ايه؟ يحظر على اعضاء مجلس الاداره والعاملين باللجنه الاولمبيه او اقاربهم حتى الدرجه الرابعه التقدم بالذات او بالواسطه بعطاءات او عروض لشراء او بيع او تاجير او توريد اصناف او القيام باي اعمال تتعلق باللجنه بمقابل. يسري هذا الحظر على الاقارب بالمصاهره حتى الدرجه الرابعه. ده الماده 31. تمام. الماده 23 بتقول للجنه الحق في استثمار اموالها وانشاء الشركات. ده كلام جميل ونبصونه بالعشره ونقول تعظيم سلام ان هم وضعوا هذا البند في اللائحه، في لائحه اللجنه الاولمبيه. اللي انا استوقفت البند الاخير ده تاني انا فيهم للجنه الحق في استثمار اموالها. ايوه للجنه الحق في استثمار اموالها لاعضاء اللجنه بقى، مش للجنه. لا مكتوب للجنه. يعني ايه للجنه؟ الحق في استثمار اموالها وانشاء الشركات. تاني انشاء الشركات او التعاقد او التعاون مع اي شركه او هيئه او جهه لتنميه موارد اللجنه. ماشي. للجنه عموما مش للافراد. للجنه. للجنه اللي هي بتمثل الكيان. اللي هي الهيئه. اللي هي المؤسسه. اللي هي المؤسسه. اتفضل. طيب. انا عايز اسال المهندس هشام حاتم، مش هي اللجنه دي؟ والله المهندس هشام بيصعب عليا من كثر الاسئله اللي بتسأل. اساله. مش اللجنة دي تتلقى أموالها من الدولة؟ تمام. طبقا لنص القانون. تمام. إن تمويل اللجنة الأولمبية من أموال الدولة وميزانية الدولة. تمام. يعني من فلوس المصريين. تمام. يعني حضرتك هتستثمر فلوس المصريين؟ ما تستثمرها لما هو صالح لمصلحة الرياضة. طيب. المصرية. أنا يستثمرها. أنا أشكره على البند ال 31. أنا بس خلينا نرد بس عشان نوضح البند ده. يستثمرها. أنا بقول لحضرتك يستثمرها. طالما بس تروح برضه لمين؟ المصرية. للمصريين. بالظبط. ماشي. مش هيستثمرها أكيد، مش هيفتحوا بيها كافيهات. والله بجد. يعني مش هيفتحوا بيها مؤسسات ليهم أو لا، هو قايل شركات وقايل مؤسسات وجمعيات وقايل حاجات كتير. أهم حاجة إن هي بيستثمرها الناس، بيستثمروها في مصلحة الرياضة المصرية، يبقى حقهم. يعني هو اللي انا عايز اسال سؤال. اتفضل. هي اللجنه الاولمبيه بتاخد دعم؟ انا برد. استنى بس يا كابتن ميد. بتاخد دعم وفلوس من الدوله. تمام. اللي هي صندوق التمويل الاهلي. حلو. اللي ما حدش عارف حساباته ولا ارقامه. حلو. عشان تمول، هتقول ده معسكر منتخب كره القدم. تمام. هيستعد فيه لكاس العالم. تمام. فيبتدي يصرفوا عليه. ده تمام. معسكر منتخب كره اليد. ماشي. بيستعد للدوره الاولمبيه. ماشي. بتاخد الفلوس دي عشان تصرفها على برامج. تمام. يعني هل هيتبقى منك فلوس ولا انت هتعملي عقود رعايه ولا هتعملي ايه بالظبط؟ ده الله اعلم. هم والله احرار فيه. لو هم اصل انا بالله بكلمك بجد والله العظيم، لو هم في فلوس بيستثمروها عشان يطوروا. انا مع ده. حلو. انا وبس الصرف على المصريين. اكيد. خلينا نتوقف عندي. اتفضل. الماده 31 بتقول لك يحظر على اي حد يعمل شركات او يكون او الاقارب او حتى كاتب ايه حتى الدرجه الرابعه. ماشي. انا عاوز اسال المهندس هشام حطب رئيس اللجنه الاولمبيه برضه سؤال. ماشي. حضرتك عندك شركه مساهمه للتسويق الرياضي واداره المنشات الرياضيه. حضرتك ده هتشتغل في موزمبيق ولا هتشتغل هنا في مصر؟ الله اعلم. اهي يا ريت حضراتكم تجيبوها لنا على الشاشه. الشركه المهندس هشام حطب ومعاه المهندس ياسر ادريس. المهندس ياسر ادريس رئيس اتحاد السباحه وعضو اللجنه الاولمبيه. هتشتغلوا حضراتكم في الرياضه المصريه ولا في الرياضه بتاعت موزمبيق؟ معلش، سؤال ممكن يبدو للناس ان هو سؤال يعني سؤال كده، لكن ممكن برضو للتوضيح، ما ممكن يكون تشابه اسماء. لا مش تشابه اسماء. يعني حضرتك متاكد؟ انا متاكد، لان عندي ارقام بطايق، رقم قومي وعندي تواريخ وعندي توقيعات. تمام. لا مش تشابه اسماء. تمام. دي اول شركه. تمام. مش هقول اسمها عشان ايه، كمان انتوا في القناه ما تاخدوهاش اعلان. العقد الثاني، الشركه الثانيه وهذه الشركه مدتها 5 سنوات، تبدا من 15/5/2014 وتنتهي. الشركه دي بتاريخ كام حضرتك؟ الاولانيه
الاولانيه من تاريخ ما خلينا اقول دي الاول يا كابتن ميدو وبعد ادور. لا عشان نبقى احنا بس يعني احنا طبعا احنا بنتكلم بمنتهى المصداقيه عشان نبقى احنا بنتكلم عارفين احنا بنقول ايه. ده هو عندي عنوانها في اسكندريه وعندي لا يعني كام هتلاقي عند تحت الختم ده التاريخ اكيد. لا موجود 22/5/2014 2014 كان السيد هشام حاتب رئيس اللجنه الاولمبيه. طبعا تمام. كان شال الرئيس السابق في جمعيه عموميه طارئه في التوقيت ايه اللي يعني هل هذه الشركه بعد ما تولى المهندس هشام حطب مسؤوليه اللجنه الاولمبيه ولا قبلها؟ لا قبل هو رئيس اللجنه الاولمبيه وهو رئيس اللجنه الاولمبيه. اتفضل. خلينا نتكلم كمان على الشركه الثانيه اللي هي في يوم 1/4/2015 ثاني 2014 دي 1/4/2015 عقد تعديل شركه توصيه بسيطه واسم الشركه موجود وراس المال 30,000 جنيه وهذه الشركه فيها ثلاثه. فيها الاستاذ محمد هشام محمد توفيق محمد حطب. اقول الاسم تاني؟ هشام محمد توفيق هشام محمد حطب. او هتقول لي تشابه اسماء. وفيها مين؟ السيد محمد فيها السيد محمد ابراهيم ادريس. اللي هو ياسر محمد ابراهيم ادريس عفوا المهندس ياسر محمد ابراهيم ادريس. اللي هو برضه مع اللي هو مدعو هشام تمام. ومن الطرف الثالث الموصي والد الاستاذ محمد هشام محمد توفيق حطب هشام محمد توفيق محمد. يعني في شركه ثالثه فيها ثلاث اطراف في التسويق الرياضي وفي اداره المنشات الرياضيه. هل يجوز شخصيه كبيره تقوم على تنفيذ القانون يكون عنده شركه رياضيه تعمل في المجال الرياضي؟ لا. لو تعمل في مجال العقارات والاسكان انا موافق. تعمل في الانتاج الزراعي والانتاج الحيواني انا موافق. تعمل في الصناعات الثقيله صناعه الدبابات والطائرات انا موافق. لكن الرياضه لا. ده اسمه تضارب مصالح. هو اصلا للشخصيه العامه الحق. هو شخصيه عامه؟ لا انا بسال حضرتك سؤال، للشخصيه العامه الحق في انشاء شركات او مشاريع خاصه؟ لا. خالص. في نفس مجال عمله. او في غير مجال عمله. لا في مجال ممكن يكون عنده عمل خاص. يكون عنده عمل خاص. لا يحق لي عمل خاص اللي هو يبقى بعيد عن المجال ده. يعني هو متطوع في الرياضه بيروحش عامل مشروع رياضي. طب ما انت هتجبر الناس انها تتعامل مع مشروع ده. اسمه تضارب المصالح على فكره. ده فين في تضارب المصالح؟ في الميثاق الاولمبي. يعني انا الماده 29 في الميثاق الاولمبي مش متاكد من البند ده قوي ان هو للشخصيه العامه اللي هو الحق في انشاء مشروعات خاصه ليه حتى لو بعيد عن الصفه بتاعته ولا لا. مش عارف انا مش متاكد. لا انا اصل ده حر أنا كده حر يبقى عنده عمل. لا ما انا كده كده هستفيد. ماشي من منصب. انا بتكلم على الشخصيه اللي هو سموه تضارب المصالح. الشخصيه العامه هستفيد هستفيد اكيد هستفيد طبعا. انا بتكلم في كده. خلينا كابتن بيدو بس هنتكلم عشان ما انتهوش الموضوع. اتفضل. دي ثلاث شركتين رياضيتين احنا في قلب الموضوع. خلي بالك بيعملوا في الرياضه المصريه. واحده لمسؤول الاول عن الرياضه في مصر في اللجنه الاولمبيه في الحراك الاولمبي. ودلوقتي خد مسؤوليات الانديه والاتحادات وبقى مسؤول عن كل التنفيذ في الرياضه المصريه وعنده شركه رياضيه. طب مين هيحاسب مين؟ مين هيحاسب مين؟ مين الاجهزه الرقابيه اللي هتحاسب ده؟ مش عارف. ماشي ده حضرتك المفروض يعني على فكره الميثاق الاولمبي عشان ما حدش يطلع يتكلم يقول لك الميثاق الاولمبي. الميثاق الاولمبي الماده 29 في هذا الميثاق بتقول ان تضارب المصالح نهايته السجن. يعني انت استفدت من منصبك خلاص يا اما تتفصل تتوقف من الحركه الاولمبيه تتشطب. ده عقابك الاولمبي. العقاب التالت تحولت حياه زي ما انا ضربت مثل قبل كده بالمسؤول الكوريا الجنوبيه اللي ما دفعش في بلده الضرايب. عارف الموضوع ده ولا لا؟ لا مش عارف. واحد ملياردير كوري اسمه لي كون هي. لي كون هي ده كان نائب رئيس اللجنه الاولمبيه الدوليه. وعنده شركات عملاقه في جنوب في كوريا الجنوبيه. ما دفعش الضرايب لبلده 160 مليون دولار بس رفع عليه. هو عنده شركات ده بلده تمام. كوريا الجنوبيه مش اللجنه الاولمبيه. فرفع عليه قضيه وخد 3 سنين سجن. حصل ايه؟ اللجنه الاولمبيه وقفته والقضيه في بلده. مش القضيه تبع للحراك الاولمبي والنشاط الرياضي الاولمبي وقفته. احنا عاوزين نتعامل زي العالم ده. احنا لازم نبقى زي التجارب اللي حوالينا. أنا بكلمك على العوار في القانون والعوار في اللائحة الاسترشادية اللي أنا بعمل شركة رياضية وبقول ممنوع حد يعمل شركات رياضية. أنا بعمل مؤسسة تسويق رياضي وفي اللائحة بقول لا ما تعملش وده تضرب مصالح لغاية القرابة للدرجة الرابعة.
طب هتطلع قول لنا، احنا بندرس القانون في مؤسسات. النادي الاهلي عمل جمعيته على يوم من لا بطله عشان مش على مزاجهم، لكن اتحاد كره القدم عمل انتخاباته قبل قانون الرياضه بسنتين، يبقى خلاص دي قانونيه، يبقى كده وفق اوضاعه. لا هي مش قانونيه عشان الاتحاد الدولي تدخل. الاتحاد الدولي مين تدخل؟ الاتحاد الدولي لولا انه ارسلت اليه خطاب نصه ان الحكومه المصريه هتتدخل في عمله ما كانش هرسل هذا الخطاب. طيب انا بقول ماشي. لكن لو اتقال احنا عندنا قانون رياضه زي ما عملت المغرب، بعت الاتحاد الدولي قالت له احنا عندنا قانون رياضه والقانون يمنح الدوله حق حل اتحاد كره القدم، قال لهم ده شان داخلي. هو الاتحاد الاسباني لما عمل انتخابات واتحبس رئيس الاتحاد انخل ماريا، الاتحاد الدولي عمل حاجه؟ يعني شان داخلي بالمزاج ولا شان داخلي يخضع لقوانين برضه وقوانين دوليه؟ احنا عندنا فزاعه. طيب انا بكلمك تجار الكلام. هو اكيد في المغرب كان في قانون ماشي صح، كان في قواعد يعني والتزامات وضوابط. عملوا قانون رياضه جديد ماشي، بس في بنود لا تتفق مع ما يراه الاتحاد الدولي، اللي هي ايه؟ ان انا احل الاتحاد. وحددوا اربع حاجات لحل الاتحاد ماشي، اللي هي اسباب اداريه، اسباب قانونيه، اسباب ماليه، اسباب مش عارف ايه، اسباب تعقل. تعقل. فرد الاتحاد الدولي قال لهم ده شان داخلي بالظبط، لان الاسباب تعقل ماشي. انما بالك انت دوله عند عملت قانون جديد، قانون رياضه جديد. انت دوله عملت قانون رياضه جديد، تيجي تقول لي اصل فزعت الاتحاد الدولي؟ احنا بنهرج. اتحاد كره القدم لازم يعمل انتخاباته. اسال كل خبراء اللوائح في العالم، خبراء القوانين في والميثاق الاولمبي ومواثيق الاتحاد الدولي لكره القدم، لازم يعمل انتخابات، مش على راسه ريشه. انا كنت هقول لك انت عندك مشاكل مع المهندس هشام حطب، دخلتني في اتحاد الكوره، فمش هقول لك بقى ما عشان القانون. مشاكل مع ده ومع ده ومع لا لا ده اللي هي المشاكل دي نتجت يا كابتن ميدو عشان العوار الموجود في القانون. ماشي، فبكلم هو حتى خطابه اهو تشعر منه على فكره الشركه اللي بتاعت المهندس هشام حطب، بس عشان اقول للساده المشاهدين ادي السجل التجاري. ما احنا اكيد مش هنطلع نقول اي كلام يعني، او كده حضرتك مش هتطلع. هات السجل التجاري عشان لو حد عايز بس نسخه منه. الخطاب بتاع اللجنه الاولمبيه يا كابتن ميدو ما هو اقرا ايه؟ يعني ايه الاتحاد الكوره وافق اوضاعه سنه 2016؟ هو القانون كان اتعمل امتى؟ السنه دي 31/5 2017 بالظبط. انت بتتكلم على 30 اغسطس 2016. انت هيئه رياضيه، انت مش دوله داخل الدوله. زي ما البعض طلع يقول لك اصل اتحاد كره القدم هو فرع للفيفا في مصر، انت كمان مش عايز تعترف بسياده الدوله؟ دي سياده مصر، دي مصر. مش اصحاب المصالح اللي يديروها ويحولوها عزب ويحولوها يفصلوا اللوائح تفصيل، احنا بنتكلم كلامنا بالورق. طيب تعالى اتكلمك حاجه ثانيه عشان ادخل هتدخل موضوعك تتكلم فيه. مركز التحكيم الرياضي. انا سايبك، انا ما عنديش مواضيع، انا سايبك تتكلم براحتك. مركز التحكيم الرياضي طبقا للماده 63 في القانون ان رئيس مجلس ادارته هو رئيس اللجنه الاولمبيه، وان رئيس اللجنه الاولمبيه هو اللي عين او اللجنه الاولمبيه هو اللي عين الاعضاء السته التانيين، وهو كمان اللي يقوم باداره المركز، هو كل حاجه طبقا لهذا القانون. خلينا نعترف ان احنا ده وضع قائم وعلينا الاعتراف به. تمام. لكن المنازعات الرياضيه يا كابتن ميدو والمشكلات الرياضيه القائمه بين الناس وبين المؤسسات يتم حلها ازاي؟ المفروض يبقى في عداله، وفي عداله ناجعه، ويكون في حياد، ويكون في مصداقيه حتى في الاحكام. انت ما تستبعدش ناس عشان مش جايين على مزاجك، وتستقبل ناس صدرت ضدهم احكام بالحبس 3 سنين وتخليهم يرشحوا نفسهم الانتخابات. وفي الوقت المناسب هقولها، مين اللي صدرت ضدهم احكام حبس 3 سنين ودخلوا الانتخابات؟ في احكام لا يجوز الترشح بسببها، وفي احكام يجوز الترشح بسببها. مش عشان تراجع القانون. لا ما انا بقول عشان بس لا عشان نفهم الناس، لو احكام يعني مخله بالشرف لا يجوز الترشح في اي منصب. ماشي انا اتكلم. لكن لو احكام عادي غرامات. طب والمعلوش احكام خالص؟ لا طبعا يترشح. طيب خلينا نتكلم على مركز وليد عطا. لا الدكتور وليد عطا ما لهوش احكام خالص. ما لهوش، الراجل كان جايب بصفيح. لا ده ناس ثانيه، انا مش هقولها، هقولها في الوقت المناسب. خلينا نتكلم على مركز التحكيم الرياضي وعندنا تجربه. طب امتى الوقت المناسب بس عشان ابقى انا عارف؟ هكلم. عندنا تجربه. اتفضل. تجربه تؤكد على العداله، تؤكد على الشفافيه، تؤكد على النزاهه. مركز التحكيم الرياضي السعودي. تاني. مركز التحكيم الرياضي السعودي، وانا هقول لك اسم. شايفين الظرف يا جماعه؟ ظرف ما شاء الله، يعني حاولوا تجيبوا الكاميرا كده على الظرف كده، ظرف مليان مليان ورق. عندنا ما شاء الله حاجات في اظرف كتير جدا، بس بتظل في هذه الاظرف في اغلب الاوقات يعني. مركز التحكيم الرياضي السعودي اللي اتعمل 25/9/2016 برئاسه الاستاذ محمد ضبعان رئيس المركز، مركز التحكيم الرياضي السعودي. تمام.
عشان يثبتوا الشفافيه وان محدش وتحس ان كل اعضاء او اللي ينتموا للقانون الرياضي السعودي حاسين كلهم واخد حقه. عمل ايه؟ هذا المركز يعمل فيه 19 قاضي. قرار رعايه الشباب في السعوديه والدوله ان عشان نوفر العداله والشفافيه والنزاهه وان كل الناس تحس بالرضا التام 19 قاضي. خد المفاجاه دي. 19 قاضي منهم 8 سعوديين فقط. وال11 هم قضاة في المحكمة الرياضية الدولية. الله، حاجة حلوة قوي. كابتن ميدو لما تقدم قضيتك أو مظلمتك لمركز التحكيم الرياضي في السعودية هتحس إن في غبن ضدك؟ والله لو راحوا كلوا هتحس بالنزاهة. لو راحوا كلوا اللي هي اللصيمة والمقلوبة والحاجات دي ممكن أحس لا الكبسة شوية. الكبسة اسمها الكبسة. لا 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 إطلاقا. دي محكمة رياضية دولية اللي هي اسمها محكمة الكاس. تمام. اللي هي بتفصل في كل القضايا الخاصه بالحراك الاولمبي والانديه، دي المحكمه بتختص بده. فاذا لما انا استعين ب 11 قاضي من محكمه رياضيه دوليه اكيد في عداله. اكيد. يبقى انا عايز اعمل حاله من الشفافيه. بالظبط. انما انت حتى لو ما فيش انا عايز اعمل حاله من الشفافيه، عايز اعمل حاله من حسن نيه. طيب روح لدوله شقيقه بنحبها كلنا، احفاد الشيخ زايد. عندهم مركز تحكيم الرياضي دولة الامارات العربية. دولة الامارات العربية اللي انا بحبهم كلهم يعني. كلنا بنحبها. عندهم مركز تحكيم الرياضي الاماراتي. وده اتعمل سنة 2016. دول في حتة تانية خالص دول يا استاذ الشيخ. ماشي. طيب عملوا فيه ايه؟ عشان الشفافية والعدالة. عملوا غرفتين. غرفة ابتدائي تاخد حكم ابتدائي، لو ما عجبكش الحكم تروح لغرفة الاستئناف. مين يحكم هذه الغرف؟ قاضي يحكم غرفة الابتدائي ويخترق محكمينه وقضاته، وهو اللي يتولى وضع لائحتها، وهو الذي يديرها. استقلاليه تامه. استقلال تام. حلو. والغرفه الثانيه للاستئناف نفس الشيء، قاضي ومعاه قضاته. ويبقى احنا لازم نتعلم النماذج دي. انا دلوقتي لو رحت القضيه هلاقي يقول لك لازم يمضي على القرار ان انا ادخل الانتخابات ولا ما انتخبش. الاستاذ الششتاوي يا جماعه، هو استاذ الششتاوي ده في المركز التحكيم؟ يقول لك موجود في المركز التحكيم، بس لازم القرار يطلع بممضي من عنده. استاذ ممدوح. استاذ ممدوح الششتاوي. فاحنا محتاجين شفافيه، محتاجين عداله، زي قضيه النادي الاهلي القاضي يتنحى للمره الرابعه. يعني الاستاذ ممدوح مش من حقه ان هو يعمل كده؟ انا اعرف العداله شيء تاني خالص. العداله ناس قضاه. زي ما ضربت لك مثلا بالسعوديه جايبين 8 قضاه سعوديين وتمن قضاه من المحكمه الرياضيه الدوليه. ما بيحكمش على حد، قول حضرتك ما بيحكمش، هو بيحول بس او بيحيل. اي انا مش عارف، انا حاسس اني مش حاسس بالمصداقيه. انا لازم يبقى في طرف محايد، لازم احس بالعداله. قضيه النادي الاهلي اتعمل فيها ايه؟ قضيه النادي الاهلي خلينا نطلعها بس للساده المشاهدين عشان يعرفوا اتكتب فيها ايه من القاضي. هذه قضيه النادي الاهلي، وادي حكم القاضي اللي نظر قضيه النادي الاهلي في لائحته الاستشكاليه. القاضي اعلن تنحيه عن نظر القضيه لاستشعاره الحرج. كتب سطرين لاستشعاره الحرج. طب هو دي المره الرابعه. طب امتى النادي الاهلي يعرف مصيره؟ انا مش جاي دفاع عن النادي الاهلي، اي نادي. المره الرابعه اللي بيتنحى عنها قاضي طبعا حسب التصريحات اللي طالعه من النادي الاهلي. دي المره الرابعه يتم التنحي عن قضيه نظر قضيه النادي الاهلي. يبقى فين العداله؟ انا بتكلم عن العداله، انا مؤسسه خد حقي، انا مؤسسه اتنفذ القانون. طيب احنا دلوقتي بنتكلم على تنفيذ القانون يا كابتن ميدو. هسال وزير الرياضه، هل حضرتك نفذت القانون؟ انا جاوب السيد الوزير وزير الرياضه. ده هو يجاوب. انت لا انا جاوب. هو اقول لي اجاوب. الماده 7 في قانون الرياضه بتقول له حضرته لازم يعمل لائحه تنفيذيه تتضمن احكام هذا القانون. تمام. حتى الان لم تصدر اللائحه التنفيذيه التي من اختصاص الوزير المختص. لا يعني احنا بناخد يا اما ناخده كله يا اما ما ناخدوش كله. يعني انت حضرتك عليك جزء كوزير تصدر لائحه تنفيذيه لتفسير احكام هذا القانون. او هتيجي تقول اللائحه الاسترشاديه. اللائحه الاسترشاديه يا سياده الوزير دي منصوص عليها في القانون في الماده 63. مش هي اللائحه، مش هي اللائحه الاسترشاديه، اللائحه الاسترشاديه جزء من القانون. ولكن انت الماده 7 بتقول
تصدر لائحة تنفيذية لتفسير أحكام هذا القانون. حتى الآن لم تصدر لائحة تنفيذية. يبقى إذا كان القائم على تنفيذ القانون مش عارف واجباته ومش عارف دوره. طيب حاجة تانية لازم أتكلم فيها، ولازم أتكلم فيها لأني هتعب أول ما أتكلمتش فيها. لما وزير الرياضة يطلع مع الأستاذة الكبيرة لميس الحديدي ويقول لها إن القانون لازم يتنفذ على جميع الهيئات الرياضية بما فيها اتحاد كرة القدم، واتحاد كرة القدم لابد أن يجري انتخاباته ووفق أوضاعه طبقا لهذا القانون. وفي اليوم الثاني الزبدة ساح. كمان والأكثر من ده السيد الوزير أنا ما قلتش. ده لو الإعداد عندك يجيب الفيديو هيلاقي الكلام بتاع السيد الوزير. يعني احنا ايه؟ احنا مصر، احنا 100 مليون، احنا رئيسنا النهارده كان بيفتتح مشروعات عشان المصريين. الرئيس بيشتغل، احنا كمان مش عايزين نحترم القانون؟ واحنا اللي حاطين القانون؟ احنا علينا احترم قانوننا. احنا ده بقى امر واقع، سواء اصبح قانون لتمكين الفساد او قانون احنا مش راضيين عنه عشان فيه عوارات كتير، لكن كل المؤسسات لازم يكون هناك عداله في تنفيذ هذا القانون. والله نفسي، يعني احنا نفسنا، يعني احنا نكره الكلام ده اكيد. أنا نفسي، ما انا بقول لك الورق يعني بيطلع من المظروفات وممكن يرجع تاني وما حدش يحس بيه اساسا. لا وهنطلعه تاني. احنا مش بص انا شخصيا مش همل ومش هسكت طالما اتكلم على مصلحه بلدي. انا لا عايز ابقى وزير، ابقى رئيس تحرير. انا صحفي على فكره. الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ ابراهيم نافع كان باسبوره مكتوب فيه صحفي مش رئيس مجلس اداره الاهرام، لانه فخور بكلمه صحفي. والصحفي الصحافه مش تسخيف وتسليه وكده، الصحافه لها دور رقابي. الصحافه في العالم الحديث لها دور رقابي، بتراقب المجتمع، بترجع حقوق الناس، بتدافع عن حقوق المجتمع. افتكر ده دور الصحافه اللي انا اتعلمتها. ما في ادوار كتير بس فيها يعني ماشي. ادوار مجرد ادوار، وده الدور اللي انا عليا ان انا اعمله، ان انا اقول للناس انه في عوار، ان مصالحكم كذا وكذا وكذا. طبعا هو حاجه تحترم جدا والله. الله يكرمك، انا بحييك عليها بجد، لان بحسها بتتكلم من قلبك، بتتكلم المصلحه العامه بصرف النظر عن مش شايف انت يا ريت بس حد يسمعنا. ما انا ده اللي بتكلم فيه، حد يسمعنا، حد يطلع يتكلم. كل اللي طلع يتكلم يقول لك ده مش وقته. امال وقته امتى؟ نحترم القانون امتى؟ طب هو سؤال انا، سؤال ليا شخصيا يعني، هو الحاجات اللي حضرتك بتتكلم فيها دي انا شايف ان هي مخالفه بناء على كلام حضرتك والورق اللي معاك. الورق اللي بيقول طب مين اللي بيراقب الكلام ده؟ لا انا شايف في حاله توهان. لا مين مختص برقابه يعني مثل هذه اللوائح ومثل هذه اللخبطه؟ الدوله. يعني الدوله ممثله في وزير الرياضه. والاجهزه الرقابيه. الاجهزه الرقابيه الموجوده في الدوله هي التابعة ده. احنا حتى الان الاجهزه الرقابيه ما خدتش بالها من الرياضه. الرياضه في حاجات كتير. الاجهزه الرقابيه هتراقب ايه ولا ايه؟ بس الاجهزه الرقابيه انا بلتمس لهم العذر. ده بقول لك هتراقب ايه ولا ايه؟ وبقول لهم شدوا حيلكم عشان نبني بلدنا. وبيكوا هنبني بلدنا. والله الله يكون في عونهم. ماشي؟ الرئيس بيبني واحنا برضه هنساعده في بناء واحنا برضه معاه. بس برضه انا شايف ان الفساد ممكن يبوظ مساله البنى، فاحنا مش عايزين مشاهد او علامات مش راضي عليها الناس. انتوا نلتمس لكم العذر، بس الرياضه والنبي لو سمحتوا فيها حاجات كتير عاوز نتوقف عندها. والله يا استاذ شاف يعني الله يكون في عونهم فعلا، وهم يعني المفروض كمان ان احنا نساعد زي ما حضرتك بتقول. اكيد طبعا. لكن هم انت عارف عندهم الاولى في الاولى في الاولى، وانت عارف عندهم ضغوط الدوله اولا اساسا. بنحاول نقف على رجلينا. فا يعني في حاجات كتير جدا بصراحه لو فتحناها مش هنخلص منها. لكن أكيد. طبعا انا معاك قلبا وقالبا، واتمنى يعني اتمنى ان مش عايز اقول اتمنى ان الكلام يبقى غلط، لان الكلام اصلا كله بالورق واللوائح القانونيه. انا دايما بتشرف بيك والله وبسعد. والله وانا سعيد بيك كابتن. ربنا يخليك. الله يخليك. ان شاء الله اكيد لنا لقاءات ثانيه، ونفضل نقول لغايه لما الدنيا ان شاء الله تقف على رجلك. مش هنسكت. مش هنرفع الرايه البيضاء، وربنا دي بلدنا. ربنا يصلح الاحوال ان شاء الله، ويهدي النفوس كده، وان شاء الله كلنا. لا النفوس مش في خناقه الناس. لا انا بتكلم النفوس اللي هي بتروح شمال شويه بتروح شويه كده، يعني ربنا يعني ربنا يهدينا كلنا بما فيهم انا يعني. يا رب ربنا يهدينا كلنا. ربنا يخليك يا رب. دايما بشرف بيك. شكرا جدا لحضرتك. دي كانت اول فقره، كانت مع الاستاذ عبد الشافي صادق مدير تحرير الاهرام الرياضه. نطلع فاصل عشان نستقبل النجم الكبير كابتن محمد عبد الجليل، نجم مصر ونجم الاهلي السابق. فاصل واستنونا.